انا ابكى على ابني بدل ما ابني يبكي علي. كل اللي شفناه ما فينا نقول عنه شيء، كل شيء فينا نقوله كلمة واحدة بس، حقكن لازم يتاخد، كل نقطة دم لازم يندفع حقها، كل وجع أم وبي وأخ وبنت وأخت وابن لازم يندفع حقه، لازم تتعلق المشانق. نعم لازم تتعلق المشانق. حكي حكينا كتير، سنة عم نحكي، سنة عم نطالب بأخذ حق هؤلاء الضحايا، سنة عايشين على أمل إنه في ضمائر ممكن تتحرك بلحظة من اللحظات وبيوم من الأيام، ولكن يبدو كل الحكي راح بالهوى. بقالنا شغلة وحدة بس، هي يوم 4 آب، يوم 4 آب كل واحد منكن، كل واحد حس حاله انجرح وحس حاله معني، حس حاله بكي وحس إنه بلده ومدينته وولاده راحوا. 4 آب اليوم الوحيد اللي ممكن يرد حق هودي الناس ويرد حق كل مواطن بهالبلد بطل مواطن. 4 آب الكل ناطركن، 4 آب الساحات ناطرتكن، 4 آب هالضحايا تحت التراب عم بينادوكن وناطرينكن لتطالبوا بحقوقن. 4 آب لازم كل إنسان ياخد حقه، كل إنسان ياخد جزائه، كل إنسان ياخد عقابه. 4 آب مفروض يكون يوم مجيد بتاريخ العدالة اللبنانية، بتاريخ إحقاق الحق بلبنان.